أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. أكدت مصادر جد قريبة من قضية اعتقال الفنان المغربي سعد المجرد بأن الفتاة الفرنسية نورا بريولا التي اتهمته بمحاولة الاغتصاب تحاول التماطل لكي لا تحضر جلسة المحاكمة وسط الأسبوع الحالي. وحسب مصدر موثوق فإن بريول ادعت بأنها ما تزال تعاني الصدمة بسبب الاعتداء الذي تعرضت له على يد سعد المجرد، موضحا بأنها قررت مغادرة العاصمة الفرنسية باريس صوب مدينة نيس. وأضاف المصدر ذاته بأن لورا وتجنبا للصحافة قررت الفرار من باريس والاختباء عند أحد أقربائها بمدينة نيس إلى غاية انتهاء فصول هذه القضية. وأكد المصدر أيضا بأن لورا وخوفا من ردة فعل عشاق سعد المجرد وجهت طلبا للشرطة الفرنسية بحمايتها في حال قدومها لجلسة المحاكمة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.